الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احد مبارك عليكم جميعا. حسب طقس كنيستنا اليوم اللي خاص بالعراق وهاي المنطقه، القديس اليوم هو مار دانيال الناسك. يقول صفر صاحب سفر الامثال: قلب الانسان يفكر في طريق الرب والرب يهدئ خطواته. شغله خاصه بالرهبان. احنا هاي الآية خاصة بالرهبان. مثل ما قلتوا مار دانيال تحتفل بينه الكنيسة العراقية لأنه هو قديس في منطقة عراقية. مار دانيال هو راهب من ديار بكر، وهو أحد الرهبان اللي نزحوا من الاضطهاد مع مارمتة الناسك من جنوب تركيا إلى بلاد ما بين النهرين، الذي عمله يوليانوس الجاحد على المؤمنين في منتصف القرن الرابع الميلادي. هذول الناس اللي نزحوا من هناك من ضمن مارمتة، وبعد مثل ما نعرف إذا نعبر الدير بذيك الجهة مار أبراهام اللي بقي آثار الدير أهل المنطقة يعرفون، وهوني عندنا مار دانيال. هذول جو مع باقي الناس سكنوا القرى والمناطق المحيطة في مناطق نينوى، وكملوا هناك بناء الكنائس والأديرة. فأسسوا مثل ما قلتوا كنائس وأديرة وقلايات. مثل ما نعرف مارمتة بنى الدير وعنده قلايته على جبل مقلوب، ومار أبراهام أيضا الجبل محاذي، جهة محاذية لجبل مقلوب دير مار أبراهام. أما القديس مار دانيال الناسك اللي اليوم تحتفل بينه الكنيسة، فانفرد شوية ابتعد عنهم، راح على جبل يسمى عين الصفراء، مجاور لبلدة مثل ما عرفها اليوم برطلة. وهذا القديس أو هذا الدير بسبب الاضطهاد اللي صار أيضا على تلك المنطقة، أيضا مثل مار أبراهام مثل ما تعرض الدير مارمتة أيضا إلى خراب. ولكن هذا القديس مار دانيال أو هذا الدير اللي هو قريب من مدينة برطلة ناحية قرقوش، ما زال موجود لي حد الآن آثار مثل الحيطان ماله بعض جهة السقف. وهاي في مثل هذا اليوم في 20 من تشرين الأول في كل سنة يجي عيد مار دانيال، ويصير معجزة هناك أنه على هاي الحيطان اللي بقت من هذا الدير تظهر خنافس صغيرة حمراء بآلاف كميات كبيرة، وتنزح وتمشي على الحيطان من الدير والآثار الباقية، وتبقى لمدة 3 أيام اللي هي عيد مار دانيال. وبعد أن ينتهي 3 أيام وعيد مار دانيال تختفي وتروح. فتعودت المنطقة وخصوصا نهر برطلة والحمدانية يعرفون أنه في كل سنة مثل هذا اليوم يطلعون لهذا الدير ويصلون هناك ويشعلون الشموع ويعملون التشمش. وإحنا أيضا مثل آبانا السريان وأجدادنا وعلى نظام كنيستنا اليوم مثل ما نتذكر باقي القديسين في التشمشة الخاصة بالقديسين، ذكرنا قديسنا العظيم الراهب الناسك اللي هو مار دانيال. ما هو النبي دانيال؟ هذا غيره، واحد من الرهبان اللي نزحوا من تركيا اجوا إلى العراق. هاي الجبل عين الصفراء اللي بيها الدير، أكو يما قرية صغيرة من دير اسمها با صخرة. يعرفون يقولوا أزيد من عين. طبعا هي تابعة ناحية برطلة قضاء الحمدانية في محافظة الموصل، تقع 7 كيلومتر شمال شرقي ناحية برطلة عند سفح جبل عين الصفراء اللي هو موجود بينه دير مار دانيال. واذكر المؤرخ ابن العبري في كتاب تاريخ الكنيسة أن با صخرة كانت مدينة سريانية، والناس اللي كانوا يسكنون فيها كلهم مسيحيين منذ وجودها، يعني من صارت نشأة المدينة كان أساسها المسيحيين والسريان ساكنين بها، وكان بها كنائس وأيضا بها شمامسة وشماسات وشعب كثير ومؤمن موجود بها. ولكن بسبب مثل ما تعرضوا المنطقة كلها للاضطهاد والضيق، هربوا أهل هاي المدينة إلى مناطق أخرى وتوزعوا مثل ما صار في كل أجدادنا السريان. الرب يسوع يبارك حياتكم ويحفظكم من كل شر وسوء، وشفاعة هذا القديس تكون مع جميعكم. آمين.